فرز العقارات المملوكة على الشيوع، كثير ما يحدث خصوصا في العقارات المملوكة على الشيوع بين ورثة، يكون أحد من الورثة مثلا ساكن في العقار ومنتفع أو في أجزاء من هذا العقار، بعض الورثة يكونوا مو منتفعين مثلا ساكنين خارج العقار، يطالبون أن يتم بيع العقار وتوزيع حصيلته على الورثة. الورثة المنتفعين يرفضون أن يتم تقسيم العقار أو أن يتم توزيع حصيلة ثمن البيع. ففي هذه الحالة يستطيع أي أحد من الورثة يكون صاحب مصلحة فإنه يطلب بيع العقار أو تقسيمه، يرفع دعوة فرز عقار. عن طريق هذه الدعوة يشترط أنه يقدم تثمين معتمد من مكتبين تثمين معتمدين بقيمة العقار، ويرفع دعوة ويطلب فيها تقسيم العقار على الورثة أو بيعه في المزاد العلني إذا تعذر التقسيم. بدور القاضي في هذه القضية بيحول ملف القضية إلى هيئة الفرز. هيئة الفرز بتعاين العقار، بتشوف مدى إمكانية تقسيمه على الورثة. في حال طبعا إذا كان العقار صغير والورثة كثر فمن الصعب تقسيمه، فبتم تثمين سعر البيع، والقاضي بدوره بيصدر حكم بيعه في المزاد العلني وبيحدد قيمة العقار السوقية اللي يتم فيها البيع. في حالة إمكانية التقسيم فبيتم تقسيم البيت أو العقار إذا كان جدا كبير على الورثة، وبهيئة الفرز بتتولى طريقة التقسيم ورسم الخرائط وبتم تقسيم العقار على الورثة.